بقاش ايه يعني، ما خلينا ما نفترضش ايه سوء النية احنا من البداية. كلامك خلينا نفترض انه لا هنمشي على الطريق الصحيح، وخلينا نفترض ان النوايا كويسة، وانه مسابقة الدوري هتبقى عادلة ومش هيبقى فيه مجاملات ومش هيبقى فيه اي حاجة، وكل واحد هياخد يا حقه. رب. احنا بنتمنى يعني، احنا كلنا بنتمنى ان احنا نمشي بانتظام، لان كل فرق العالم بتلعب في كل البطولات. احنا بنشوف بلاش اوروبا، شوف في افريقيا الترجي والوداد وكل الفرق دي بتلعب في بطوله دوري ابطال افريقيا، بيلعبوا في الكونفدراليه. ما احنا شفنا مثلا الوداد وشفنا نهضه بركان اللي لعبتنا في النهائي، كانوا بيلعبونا في النهائي وبيلعبوا الدوري وخلصوا الدوري بدري، اشمعنى اللي بنلعب لغايه شهر 8 عكس الناس كلها؟ عشان خاطر في تأجيلات بتبقى زيادة عن اللزوم، وبيرضوا ناس وبيجاملوا ناس، ده اللي أنا بشوفه بصراحة يعني. يعني ما عشان كده حصل الدوري الاستثنائي. بصراحة احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير هنا، انه احنا بنطالب بدوري استثنائي، وانا متأكدة ان مش بس احنا هنا في قناة الزمالك اتكلمنا، متأكدة ان الناس كتير جدا بصراحة، او معظم الاندية اللي كانت متضررة من شكل الدوري واللعب 11 شهر متواصل اكيد طبعا كانوا متضررين من حاجة زي كده، وكل اللعيبة طبعا كانت متضررة، ومتأكدة ان الناس كتير جدا اتكلمت. ولكن الحمد لله في النهاية انه هيبقى في موسم استثنائي، نتمنى بس ان هو يكون تطبيقه على اكمل وجه وبشكل عادل زي ما انت بتتكلم. انا بقى مش هفترض سوء النوايا، انا هفترض انه بعد ما يطبق ابتدي اتكلم، يعني ده اللي انا بشوفه ده، ما زي ما يعني قلت لك يطبق طبق بعداله خلاص الحمد لله تمام، وخلاص لم يطبق بعداله انه وقتها نبتدي بقى نتكلم. ما هو في اشخاص لازم بيبقوا مفروضين علينا في الكره المصريه، فالاشخاص دي المفروض ان انت خلاص جبت شركه هي اللي بتدير كل حاجه. بالظبط. بس احنا سمعنا برضك شويه كلام كده بيتقال، يعني مش رسمي بس كلام بيتقال، اصل هم عاوزين يستشيروا فلان، يعني هي شركه جايه تستشير فلان عشان خاطر هو اللي بيدير الدنيا كلها؟ لا، هي المفروض الشركه عندها عدد الانديه، يعني مش محتاجه يعني. لا ممكن انا اعتقد اقعد خلاص، انا يعني دلوقتي الدنيا هيبقى فيها نظام وهيبقى فيه مواعيد وكل حاجه هتبقى معلنه، كل حاجه هتبقى معروفه امام الجماهير المصريه. في النهايه احنا يهمنا الصوره الذهنيه للكره المصريه، ويهمنا الصوره الذهنيه للدوري المصري، يهمنا الدوري المصري يرجع ينافس تاني مع الدوريات والله بنتمنى الاخرى. بالظبط بنتمنى، لان ده هيبقى في صالح منتخب مصر. بالظبط، برافو عليك. هو ده فعلا في النهايه بقى في صالح منتخبنا الوطني، وهو ده اللي يهمنا. انت في النهايه المنتخب الوطني لما بيروح يلاعب المنتخبات الاخرى بتبقى اللعيبه منهكه، اللعيبه بتبقى تعبانه، اللعيبه حتى بتبقى مرهقه، لا مش هنحس كمان ان احنا عكس الناس كلها يعني، ما تحس ان انت وتشوف طب اصابات واللعيبه بتبقى مش قادره، واللعيبه مش قادره تجري، والموضوع بيبقى صعب. فانت دلوقتي الوضع غير، لا او وغير هيبقى كده غير. بتلاقي فرق كمان بتنسحب من بطولات عشان يقول لك انا لعبت في بطولات كتير فانا مش عاوز اكمل في البطوله دي. ما هو احنا كده بنمشيها بالمزاج، ف لا كل نادي حر، نقفل السكه. بص كل نادي حر، النادي اللي لا كل نادي حر معاكي، بس تطبق اللوائح على الجميع. طبعا، بس كل نادي اللي عايز ينسحب من بطوله تمام، ينسحب، واللي مش بس كل نادي حر. اطبق ما يبقاش الكيل بمكيالين، ما بقاش انا مسؤول اطلع اقول لو الزمالك انسحب ينزل درجه رابعه، ولا اقول لا ده الاهلي ده ما ينفعش البطوله دي من غير الاهلي، كل ده نادي مرفوض.